في استوديوهات الشمس اف ام، مازلنا متواصلين معاكم في لو ريكاب. جي وقت الانترفيو نحكيو على الدوره 54 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز من 22 الى 25 ديسمبر، دوره الثبات في النجاح. معنا في المباشر وعبر الهاتف عضوه لجنه الاعلام للمهرجان هدى بن علي. مدام هدى، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه. أهلين وسهلين ومرحبا بكم، مرحبا بشمس اف ام ومرحبا بكل متابعي شمس اف ام. اليوم ندوة صحفية للمهرجان، هكا ساعة ساعة ناخذوا يعني هكا ضيوف من الحقل الثقافي وأحداث ثقافية، وهذا بطبيعة الحال مهم جدا في وسائل الإعلام. اليوم نحكيه على مهرجان دوز اللي معروف على الأخر، شنو جديد على سنة في مهرجان دوز؟ والله مهرجان دوز هو المهرجان القديم المتجدد، يعني كان نحبه ونسموه مهرجان دوز، نحافظ على التراث يعني في كمحتوى، ولكن طريقة متجددة كي نضمن معناتها وفاء المشاهدين وفاء المتابعين، سيما وأن مهرجان دوز يعني ذو صدى عالمي، وما شاء الله يعني ساحة تحنيش هي الساحة الأكبر في العالم، وتستقطب الآلاف والآلاف من المشاهدين والمتفرجين سنويا. مهرجان دوز برشا يقولوا شبيه ديما نفس الفقرات، مهرجان دوز مش نفس الفقرات خطر معناتها عاجزين على التجديد، لا، لأننا أوفياء لتراثنا ولموروثنا، يعني الأجداد نحاولوا ديما نجيبوا، لكن فاش التجديد في كيفية الطرح في اللوحات جديدة، يعني بطريقة جديدة، لكن نحافظوا دائما على نفس المحتوى ونفس الروح للمهرجان، لأنه هو مهرجان وفي لتراثنا ولموروثنا التقليدي. 10 بلدان مشاركة، شكون البلدان هذه؟ مصر والأردن، الجزائر، ليبيا، فلسطين، السعودية، الكويت، عمان، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. الولايات المتحدة الأمريكية، سمحني، وكندا، باش يشاركوا بالضبط في ظل هذا الطابع الثقافي لمهرجان دوز؟ شاركوا في عروض يعني العرض التقليدي، يعني في عروضهم التقليدية، يعني في لباسهم التقليدي في ساحة العروض اللي هي ساحة السوق التقليدية، يعني كما صار في فرقة اليابان يعني قبلا جو باللباس التراثي التقليدي، يعني هي محاولة ان نتعرفوا على الحضارة الاولى وننفتحوا على الاخر، يعني ناخذوها كما هو. انا شخصيا مدام هدى ما نعرفش الولايات المتحدة الامريكية عندها لباس تقليدي، ممكن اليابان وي اما الولايات المتحدة الامريكية بحكم انها دولة ماهيش يعني ماهيش كبيرة في العمر، ماهيش من النوع اللي ممكن نلقاو عندها لباس تقليدي. في تراثها يعني اكيد ثم بدايه معنى بدايه الحضاره، تشكل الحضاره، يعني ثم حاجات يعني قديمه كانت، يعني اذا هنحاولوا كيفاش نقربوا اكثر ونتعرفوا على الحاجات هذه اللي كانت في يوم ما يعني ضمن الحضاره هذه او ضمن تشكل الحضاره هذه. عدد الزوار قداش توقعوا في المهرجان هذه الدورة؟ والله عدد الزوار كالعادة هو يعني بالآلاف، يعني من برشا 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 يعني توقعاتكم الوصول إلى قداش من زائر؟ توقعات يمكن بين 30 و40 ألف زائر، يعني 30 و40 ألف زائر. هذه توقعات لهذه السنة. بالنسبة أيضا حتى المندوب الجهوي للسياحة في قبلي محمد الصايم يتحدث على حتى نسبة الحجوزات 85% في دوز وقبلي، وأيضا حتى في توزر. إذا هناك حركة تدخل للمهرجان، حركة اقتصادية وحتى ثقافية تدخل إلى الجهة في خلال الأسبوع القادم. طبعا المهرجان يشارك يعني بصفة غير مباشرة في دفع عجلة الاقتصاد، يعني من البائع الصغير جدا في دوز، يعني من اللي يبيعوا في المطبقة حتى إلى للبوسطة للبنك لأي يعني
منشأة عمومية كانت أو خاصة، تجارية كلها تنشط الحمد لله وتدور على عجلة الاقتصاد وتصير انتعاشة اقتصادية كبرى. لذلك المهرجان مهرجان دوز ماهوش مهرجان جهوي أو محلي، هو مهرجان يعني تونس كاملة، هو مهرجان، هو وجه تونس كاملة، وهو يدفع بعجلة الاقتصاد بطريقة غير مباشرة ويساهم في انتعاشة الاقتصاد خلال الأربع أيام من المهرجان. عنده وزن كبير كبير برشا، وإن شاء الله نتمنى الدورة هذه زادة تكون ناجحة. ناجحة بإذن الله إن هدى شاء بن الله. علي، فقط نحب نسألك على الجانب التأميني، لأنه في كل مهرجان دوز تقريبا نشوف كل الحوادث اللي تصير وقت اللي يكون عارض أو فارس من الفرسان، وتصيرك الضرب بالمكحلة من بعديك نلقاوه طاح أو تصير بعد. هل حضرتوا رواحكم وحضرتوا العارضين لمثل هذه الحوادث اللي تقريبا نعرفوها من عام إلى آخر في مهرجان دوز الدولي؟ والله دائما هناك فريق طبي من المستشفى الجهوي من بيدوز، هناك أيضا زاد الهلال الأحمر متواجد بكافة أعضائه، مشكورين يعني متطوعين لخدمة المهرجان طيلة أربع أيام يعني، والحماية المدنية أيضا بكافة أعضائها يعني متجندين، والحمد لله تصير أي إصابة على ميدان حنيش يكونوا هم في الوقت، الحمد لله رب العالمين، يعني فما تجند أو تجنيد كما يقال لرفع هذه الإصابات والحد من هذه الإصابات الحمد لله يعني. ثم أيضا في 2017 كانت هناك جولات إلى ولايات أخرى في مهرجان دوز، هل ممكن هذه المبادرة، وهذا السؤال تم طرحه اليوم في الندوة الصحفية لمهرجان دوز على الهيئة المديرة للمهرجان، هل ممكن التوجه نحو ولايات أخرى والانفتاح مع ولايات أخرى لمهرجان دوز؟ ولم لا ولم لا، نحن منفتحون يعني على الجميع يعني، ما عندناش مشكلة إننا نتنقل لأي يعني مكان كي آخر. نقول ثم توجه، يعني فما برنامج واضح ولا قررتوا في أنكم لا تتوجهوا إلى ولاية أخرى لمشاركة المهرجان؟ هي الفكرة، هو السؤال تطرحها اليوم في الندوة الصحفية، لكن ما نشوفش إنها حاجة مستحيلة يعني، إن باش إننا باش نتنقلوا للجهة أخرى. نحن نخدموا في تونس كاملة، مش نخدموا في جهة أو في، فهمتني، في دوز بركة أو في ولاية قبلي بركة، نحن نخدم في خدمة تونس كاملة لأنه يعود بالنفع على الجهات كل. لماذا لا يعني، الفكرة طرحت صح والحمد لله يعني لاقت الاستحسان، أو يمكن المتابعة يكون في المستقبل يعني تتابع يعني، لأنه ليست في من 2017 صارت على الأقل مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وكانت ناجحة إلى حد ما، فنتمنى أيضا أنها تكون في ولايات أخرى كناس اللي ما تنجمش تمشي إلى إقبيلي إلى دوز. ويشرفنا أن نكون أن نحضر في أي ربوع من ربوع الجمهورية التونسية، ونشارك في رسم صورة سياحية ممتازة لدوز أو لأي منطقة من الوسط أو من الشمال الغربي أو من أي مكان في تونس العزيزة. نحن في خدمة هدف واحد وفي خدمة تراب واحد. البرنامج تقريبا تعطينا انا بيرسيو سور لو بروغرام دو 22 25 من 22 الى 25 ديسمبر، كيفاش باش يكون البرنامج تقريبا بصورة عامة؟ البرنامج باش يكون هناك عروض في ساحة السوق، يعني عروض متنوعة مختلفة لكافة الفرق، فما مسابقة أجمل مهري، مسابقة أجمل جواد، فما زاد يعني فما على هامش المهرجان هناك نوادي تنشط، هناك دور ثقافة مثلا، دار ثقافة بزعفران، دار ثقافة بنويل قلعة، يعني كلهم خرجنا على المركزية، ما عادش فما نشاط مركزي بركة في دوز، لأن فتحنا على بقية الجهات اللي بحذا دوز. ثم عندنا عكاظية شعرية تبدأ من التاسعة حتى المنتصف النهار بفضاء البارادايس، هذه مسابقة شعرية ومسابقة الأغنية البدوية من الساعة ساعتين ونص إلى الرابعة، في عروض مختلفة في ساحة حنيش لكل ما هو موروث
تقليدي مرزوقي يعني من سباقات المهاري، سباقات الخيل، الجحفة، يعني صيد السلوكي إلى آخره من مختلف اللوحات التراثية. وهناك أيضا معارض يعني على هامش المهرجان وملتقيات، اي وهناك معرض للصناعات التقليدية يضم العديد من الحرفيات، حرفيات الجهة لتعريف المنتوج التقليدي والحمد لله. في الليل هناك سهرات، عندنا السهرة الأولى يوم الأول سهرة الفنانة آمنة فاخر، ايوه السهرة الثانية ستكون من تأسيس الخيمة الليبية، وهي بحضور العديد من فنانين من الإخوة الليبية. والسهرة الثالثة هي سهرة السامور، يعني هذه هي عرس المهرجان، يعني سهرة متعارف عليها في مهرجان دوز، وهي جيد سهرة جيد تضم العديد من الأصوات الشعرية المعروفة والعديد من المداخلات الغنائية من تراثنا الجميل يعني. هيل برشا هيل برشا وفيها تصور لعرس، طبعا عرس صحراوي هاي للجهة. ماذا بينا ايضا يكون الكتاب موجود، يكون معرض للكتاب، علاش لا بالتزامن مع مهرجان دوز الدول، يعني الكتاب مش موجود مادام هو في هذا المهرجان، خاصة الكتب اللي تصدر من سكان الجنوب ومن الكاتبين والشعراء الموجودين في الجنوب التونسي. أي فعلا فعلا فعلا، هذه السنة يعني ثقافيا ركزنا أكثر على الأنشطة المسرحية للصغار، يعني توجهنا أيضا نحو الأطفال الصغار من خلال عروض مسرحية، عروض ورشات لصناعة الطائرات الورقية. أيضا هناك حضور لذوي الهمم من خلال يعني ملتقيات الملتقى الأول تنظمه جمعية ابتسامة، وهي جمعية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، واضح وهو عرض يسمى جيتك زاير. والعرض الثاني لجمعية القاصرين على الحركة العضوية، أيضا معنا تشارك لفرحة صنع فرحة المهرجان، وهي دعوة مفتوحة لتشريك ذوي الهمم في فرحة المهرجان وفي الحياة العامة شكرا وفي الحياة الاجتماعية. شكرا جزيلا عضوة لجنة الإعلام لمهرجان الدولي للصحراء بدوز اللي